السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من الآخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. متابعين الكرام، موعد مباراة منتخب المغرب الأولمبي تحت 23 سنة أمام منتخب إسبانيا الأولمبي يوم الاثنين 5/8/2024 بإذن الله تعالى. المباراة معادها الساعة 7 مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا. المباراة بتوقيت المغرب معادها الساعة 5 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، والساعة 6 مساء بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 7 مساء بتوقيت مصر زي ما قلنا، والساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات سلطنة عمان، والساعة 4 عصرا أو مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وعمل شير للفيديو لو عجبك. متابعينا الكرام، زي ما قلنا ان المباراة يوم الاثنين 5/8/2024، ملعب المباراة هو ملعب فيلودروم في باريس طبعا، اللي عليا النصف النهائي الالعاب الاولمبية الصيفية 2024. المعلق هو جواد بدة على قناة بين سبورت اتش دي 1 الاولى وبي ان 4K. كذلك عندنا قناة المغربية الرياضية مفتوحة تذيع المباراة، وقناة الكاس القطرية الاولى كاس 1، وايضا قناة الجزائرية السادسة. اشترك في القناة وفعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.